هاجي معك ساعتكم حلقة جديدة ومقطع جديد. رجعت لكم مقطع جديد من كاري مود مانجر بفيفا 23 ريال مدريد. رح نلعب اليوم ضد هيدا الفريق الالماني بطولة تحضيرية منا شيء. حط لك سبسكرايب. وكريم بدوي قال لي بالكومنت انه حط انجلش فحط انجلش. رح نلعب الا الهيرش يا جماعة. شوفوا قولوا لي بالكومنت شو بتكون اكثر كاري مود ولا فيفا وومن وورلد كاب. فخلينا هلا نبلش. رح سكر الميوت يا جماعه الخير الا ما نخلص الماتش. كره بينيه خلف المدافعين لكن لا تكتمل هذه الفرصه هنا. قطع للكرة في الوقت المناسب. لوكا مودريتش ينطلق باتجاه العمق الآن. لوكا مودريتش هذه هي صافرة النهاية. ريال مدريد يحصد الفوز اليوم. فارق الهدف صنع الفارق في الملعب. عليهم بأن يكون يا جماعة الخير نحن هذا بكون خلصت الماتش. انا حطيت لكم الا هايلايت بس لحتى ما نطول وما تزعل اكثر. فكل يوم مبابي اول تجربه له. هاد بخلص المقطع حط لك سبسكرايب وباي. كان معكم ادم تجميري من قناه ادم تجميري. طبعا اذا عم تسالوا عن اخي اخي تهكرت كاميرته فيمكن رح يرجع او يمكن لا. هاد بخلص المقطع حط لك سبسكرايب وباي.